قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. السلام عليكم من قناة عدن، نحييكم وهذا موجز بأهم الأنباء. رأس فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم اجتماعا دوريا للفريق السياسي وفريق محادثات جنيف بحضور نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الأحمر. وفي الاجتماع وضع فخامة الرئيس الجميع أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بشقيها السياسي والميداني، مشيدا بالانتصارات التي سطرها أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز ومأرب وبيحان والجوف والبيضاء وغيرها من المناطق لمواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقال رئيس الجمهورية: كنا ولازلنا وسنظل دعاة سلام ووئام من منطلق مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا الذي يعاني على مدى عام كاملا من تبعات الانقلابيين الذين دمروا المدن وشردوا الأهالي وقتلوا الأبرياء من الأطفال والنساء والعزل. وأضاف إن مرتكزات السلام واضحة وقرارات الشرعية الدولية هي المرجعية التي ينبغي على الانقلابيين الانصياع لها، وهذا ما ننشده ويؤكد عليه الإجماع الدولي تجاه اليمن منذ إعلان الانقلابيين تمردهم على الدولة وشرعيتها الدستورية. ونوه رئيس الجمهورية بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ الرامية إلى إحفال السلام وتنفيذا وتتويجا للقرار 2216، مشيرا إلى الترحيب والتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة للمشاورات التي تهدف إلى تنفيذ استحقاقات قرارات الشرعية الدولية ومساعي الأمم المتحدة للحل السياسي. وقال إن النجاحات على الأرض تتوالى في ملحمة الصمود والدفاع عن الأرض والعرض والوجود التي يناضل ويقدم من أجلها التضحيات جموع أبناء الوطن للانتصار لقضاياهم العادلة في إطار يمن اتحادي آمن ومستقر مبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد، وترجمة لمخرجات الحوار الوطني وإجماع وتوافق الشعب اليمني. كما وضع فخامة الرئيس الجميع أمام نتائج زياراته للكويت والبحرين ونتائجها الإيجابية المثمرة على صعيد تمتين وتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين اليمن وأشقائه في الكويت والبحرين. وناقش الاجتماع عددا من التقارير وبرامج العمل المقدمة من المعنيين فيما يتصل بالملف الخارجي والعلاقات الدولية وقضايا الإعلام وحقوق الإنسان ومخرجات الحوار، فضلا عن أنشطة المستشارين ولقاءاتهم خلال الفترة المنصرمة لتقييم النتائج وبلورة الأفكار والطموحات والوقوف أمام التحديات. وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والملفات الهامة المتصلة بالخدمات وموضوع الجرحى وغيرها، واتخذ ما يلزم بشأنها. استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض سفير جمهورية السويد لدى اليمن السفير داغ يولين. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأشاد فخامة الرئيس بالدعم الذي تقدمه السويد للجمهورية اليمنية على المستوى السياسي من خلال دعمها وجهودها خلال مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك جهودها الإنسانية التي تقدمت بها عبر الهيئات والمنظمات الدولية في الجوانب الخدمية والإنسانية. واستعرض رئيس الجمهورية صورة موجزة لمجريات الأحداث ومستجدات الأوضاع في اليمن وجهود السلام المبذولة من قبل المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الرامية لوقف عبث الانقلابيين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والشروع في تنفيذها لعودة الثقة والأمن والاستقرار المنشود. من جانبه عبر السفير السويدي عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا موقف بلاده الداعم للشرعية الدستورية وجهود فخامة الرئيس في تجاوز التحديات وإحلال السلام المنشود الذي يستحقه الشعب اليمني بعد معاناة طويلة جراء الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية. حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي باوزير. تسلم فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سفيري جمهورية إيرلندا جوزيف أنتوني كوتر وسفير جمهورية جورجيا جورجيفينيا. ورحب رئيس الجمهورية بالسفيرين مؤكدا أنهما سيحظيان بكل الرعاية والاهتمام والتسهيل لمهامهم الدبلوماسية في اليمن. وتطرق رئيس الجمهورية إلى المحطات التي مر بها الشعب اليمني في سبيل التوافق وإرساء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.
وقال رئيس الجمهورية إن عملية التسوية السياسية في اليمن بعد عام 2011 المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والعمل على استيعاب كافة مشاكل اليمن عبر الحلول الناجعة لكل قضاياه من خلال النقاش المستفيض على طاولة الحوار الوطني. وقال فخامته إن جهود السلام التي كنا وما زلنا ننشدها على الدوام من منطلق مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا اليمني، فإننا ندعم جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2216. من جانبهما عبر السفيران عن ثنائهما وتقديرهما لفخامة الرئيس والصورة الموجزة لواقع اليمن والتي ستكون إضافة هامة في إطار سير مهامهما. أجرى نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح مساء اليوم اتصالات هاتفية بعدد من القيادات العسكرية بمحافظة تعز، وذلك للاطلاع والاطمئنان على سير العمليات القتالية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتي حققت انتصارات كبيرة. واستمع نائب الرئيس خلال اتصالاته إلى شرح موجز عن سير العمليات العسكرية من قبل قائد اللواء 22 مدرع العميد الركن الصادق علي سرحان وقائد محور العند اللواء فضل حسن وقائد المقاومة حمود المخلافي، مثمنا الجهود الكبيرة التي يسطرها الجيش والمقاومة في مختلف المواقع والجبهات بتعز. ووجه بحاح بدعم قوات الجيش والمقاومة من قبل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة مشددا على ضرورة استمرارية ومواصلة العمليات القتالية في مختلف الجبهات والمواقع. وثمن نائب رئيس الجمهورية جهود قوات الجيش والمقاومة في محافظة تعز وكسرها لقيود الحصار، مؤكدا أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ستظل صمامة أمان للوطن والمواطن. التقى نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح اليوم في عدن قيادة وزارة التربية والتعليم الفني والتدريب المهني والتربوي وعمادة كلية المجتمع، وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمليات التعليمية في المدارس والمعاهد في محافظة عدن والمحافظات المحررة. ونوه نائب الرئيس بالجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة التربية والتعليم وكل المؤسسات التعليمية في تطبيع الحياة وتدشين العام الدراسي في الرابع من أكتوبر من العام الماضي، وكسب تحدي عودة الحياة إلى المدارس من جديد بعد الخروج من دائرة الصراعات والتجاذبات السياسية التي نالت مجمل المحافظات، وكان لعدن النصيب الأكبر. وتطرق بحاح إلى أهمية تحقيق أهداف الرسالة التعليمية خاصة في ظل الظرف الراهن الذي نحتاج فيه لحماية أبنائنا من دعوات التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن العمل مشترك والجهد مطلوب من الجميع لرفع مستوى الوعي بخطورة المرحلة. أعلنت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني بمحافظة الجوف عن تحرير مديرية المتون غرب المحافظة من ميليشيا الحوثي وصالح بعد معارك عنيفة. وقال مصدر ميداني في المقاومة إن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية من أبناء المحافظة تمكنت من تحرير مديرية المتون بشكل كامل وأصبحت بيد قوات الجيش بعد السيطرة على جميع مناطق المديرية. وأوضح المصدر أن المقاومة تسيطر حاليا على سوق الاثنين بمديرية المطمة بعد مديرية المتون، وهي قريبة من محافظة صنعاء مديرية أرحب من جهة، ومن جهة أخرى تحالد حرف سفيان محافظة عمران. نهاية الموجز، دمتم بخير، في أمان الله.